بحوش موسم كراز، موسم اللي هو يعتمدوا عليه مثلا اهالي جبل الزاوية كلياتهم، موسم بيمتد تقريبا من اسبوع لعشر 15 يوم حسب الجو، مثلا احيانا بيكون شوب احيانا بيكون برد. هو بيعتبر في موسم اساسي في جبل الزاوية قبل التين قبل الزيتون. مادة الكرز السني بهالظروف هاي الصعبة، يعني صارت تصريفه وتسويقه صعب بهالنتائج ظروف نحن واقعين فيها. وبالنسبة لتكاليفه، تكاليفه الكرز له تكاليف، يعني اللي بده يشتغله مزبوط بده كل 15 يوم بخ، شيء مكلف. أسعار الكرز اختلفت عن السنوات السابقة، حتى اختلفت عن بداية الموسم. في بداية الموسم كانت المعابر باتجاه المنبج وما ضواحيها والمناطق الشرقية كانت أمور ميسرة، والكرز عم يطلع على هذيك المناطق. هلأ سكرت المعابر، أدى هالشيء هذا لانخفاض سعر الكرز ما يقارب 3 أو 4 ليرات تركي.